حمايتهم مجموعة من الضمانات القانونية لحمايتهم من تعسفات المشتري، كما ينص على مصادر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محل الكراء وضمان السرعة في حل المنازعات بتحديد الآذان المضى لما تكون مضبوطة في المتدينة، يعني الجرائم غير حاجة القانون ويعطيها واحد الإطار أنه ما تصيرش ردها في المحاكم. عفوا، قانون الكراء الجديد هذا مجال لخدمة المحلات المعدة السكنة والاستعمال المهني مؤقتة أو غير مؤقتة واللي تفوق المدة ديال الكراء 30 يوم يعني شهر، كما يحدد ثمن وشروط الكراء الفرضي من طرف. بغيت نقول لك شكرا. ينص على إجبارية إبراز عقد الكراء بمحرر ثالث. نقدر نعاونك راك نعرف. ما كاين علاش تعاونيني. سير بحالك وسهل. والمرافق التابعة لها والغرف المخصصة لهذه المحلة وكانت تجهيزات معدة الاستعمال الخاص بالطرف المشتري وحده. يشترط قانون الكراء الجديد على توصل غنخليك دوزي عندي يومين ولا ثلاث ايام على ما ترجع لداركم، ولا تقلبي على هذاك اللي حملك. شي داكشي اللي كيصحاب؟ ما بغيت نعرف والو، لا عليك لا على حياتك. سلام عبلا، واش مسمنا تعافاك؟ مازال ما واجينا سهاد، رجع من دابا شوي. واخا اختي. الناس تاع الدرب كيهضروا، ما خصنيش المشاكل. عشان كي تحط في الثمانية قبل وردة كدير تمارين ديالها وانا كنكون مشغوله.